مشاهدينا الكرام، مساء الخير، اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج فوت بلوس على قناتكم قناه البلاد. في عدد اليوم سنتحدث عن قائمه الخضر تحسبا لمباراه غامبيا شهر سبتمبر المقبل. سنتحدث عن قائمه الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي، كما سنتحدث عن اهم تصريحات رئيس الاتحاديه خير الدين زطشي على هامش اجتماع المكتب الفيدرالي بعنابه. في عدد اليوم يحضر معنا الاعلامي حسين جناد، اهلا بك حسين. اهلا وسهلا وشكرا على هذه الدعوه. شكرا لك. كما يحضر معنا زميلنا بالقسم الرياضي يوسف مريبعي، اهلا بك يوسف. اهلا وليد، مساء الخير ومساء الخير جمهورنا الرياضي الكريم. شكرا لك. اذا مشاهدينا نبداو مع قائمه الخضر، القائمه المكونه من 25 لاعب. حسين نبدا معك، يعني قراءتك الاوليه في القائمه. بالك اول شيء انا نقوله لك هو انه كانت خاليه من اللاعبين المحليين، يعني عكس ما كنا ننتظره، خاصه انه بالماضي يعني تريت وما اعلنش على القائمه حتى تابع مباريات اتحاد العاصمه وفاق سطيفه من مولوديه الجزائر. هذه هي اكبر مشكله، وهذا هو الوقت الكبير اللي ضيعناه مع سواء مع الناخب الاول الكراز او مع ربع ماجر، لما درنا تربصات ودرنا مقابلات وديه ودرنا للمحليين، وكنا نعتقد بانه كانوا يعتقدون بان من هذا المحليين قادرين يديروا منتخب وطني، ولكن في نهايه المطاف اليوم لما راوا جاب الماضي نشوفوا ان تشكيله ولا لاعب محلي. يعني من الان فصاعدا ما نقدروش ما نزيدوش نتكلموا ونقولوا اللاعب الفلاني عنده مكانته في الفريق الوطني او اللاعب الفلاني ما عندوش مكانته الا اذا برز كاش لاعب، هو الا برز واذا بالماضي يعني شاف كانت عنده نظره اخرى. لانه اليوم لما بالماضي يجي يشوف مقابلات، يعني شاف مولودية الجزائر، شاف وفاق سطيف، شاف اتحاد العاصمه، اللاعبين تاع ثلاث فرق اللي راهي الان ممثله للجزائر، يعني ولا لاعب اللي قنعوا باش يستدعيه. ثاني ملاحظه نشوفها يعني هنا انه عوده المغضوب عليهم، عوده مبولحي، عوده فيغولي، عوده تايدر، هذ اللاعبين اللي في وقت ماجر يعني كان اللي استغنى عليهم، مثلا كما مبولحي، كما فيغولي، كما دايدر، وقعوا مشاكل وراح، هذو اللي كانوا العديد يعتقد بانهم رايحين ما يولوش. انا نشوف هذا التشكيله فيها مثلا فيها لاعب جديد واحد هو اللاعب بولحيه اللي ما سبقلوش وين لعب مع المنتخب الوطني، اما بقيه اللاعبين فكلهم حسين الحين نهضر عليهم لاعب لاعب، لكن نزيدو نشوفوا راي يوسف مريبعي. يوسف، يعني قائمه من خلال هذه القائمه اللي ما فيهاش اسماء جديده كثيره ما عدا لاعب ولحية، فيها يعني ما كاش لاعبين محليين، هل تشوف باللي اليوم جمال بالماضي جاب فلسفه جديده للمنتخب الوطني ولا كان مرغم لضيق الوقت؟ لا، انا اعتقد انه جمال بالماضي مشى على خطى يعني المدربين السابقين للمنتخب الوطني. مشى لملعب 5 جوليا، شاف مباراه مولوديه الجزائر وفاق سطيف، رغم انها غير كافيه للحكم على بعض الاسماء المحليه اللي انا اعتقد شخصيا انهم يستحقون يعني دعوه المنتخب الوطني. مثلا شكون اللاعبين اللي تشوفهم يعني يستحقوا مكانه في المنتخب الوطني؟ مثلا جابو عبد المؤمن، جابو مثلا مدافع وفاق سطيف بدران، يعني هادو اللاعبين انا نشوفهم مثلا بوقلمونة يعني المستقدم من اتحاد بلعباس واللي بدا بدايه موسم قويه يعني في وفاق سطيف. بوقلمونة كان يعني يستحق اعطائه الفرصه لانه لاعب يعني عنده امكانيات كبيره. انا نشوف انه بالماضي مشى على غرار كل يعني المدربين السابقين، ربما ما قنعوش اللاعب المحلي في خلال من خلال المباراه اللي شاهدها في ملعب 5 جوليا بين المولوديه والوفاق. احنا الان نسالوا انه هل المشكل في بالماضي او المشكل في الكاراث او المشكل في يعني المدربين السابقين اللي كانوا يعتمدوا في المنتخب الوطني الا على اللاعبين المحترفين. الان تبين انه المشكله في اللاعب المحلي، يعني ما عندناش يعني في البطوله الوطنيه، رغم بعض الاسماء اللي انت ذكرتها يوسف، رغم بعض الاسماء التي تعد على الاصابع، يعني ما عندناش مستوى كبير، وكل المدربين اجمعوا على ذلك. يعني لو تشوف انه قائمه المدربين من يعني من سعدان، من علي لوزيتش، كان فقط يجيب بعض الاسماء، يعني كانت للقائمة المنتخب الوطني مشكلة أغلبيتها من اللاعبين المحترفين. اللاعبين المحترفين حسين، يعني اليوم أول قائمة، أول تربص، أول مباراة لجمال بالماضي. اليوم قلنا ما كاش لاعب محلي، لكن هذا ما ينفيش باللي في المستقبل يقدر يعتمد عليهم، كما قال لك مازال ما كاش عنده الوقت الكافي باش يعاين مباريات البطولة اللي كانت يعني ما عندهاش مؤخرا اللي بدات البطولة ديالنا. في المستقبل قادر يغير بالك ربما طريقة التفكير تاعو جمال بالماضي.
شوف انا نقول لك حاجه، يعني انا كنت صرحت قبل، يعني قبل ما يتعين جمال بالماضي، وقلت نحن في فتره من الاحسن يكون مدرب محلي، كنت قلتها. لماذا؟ لانه لما نشوف التشكيله هذه اليوم، انا نشوف لاعبين مثلا اللي لعبوا مونديال 2010 ما زالوا يعني نستدعيهم وإحنا ماشيين نخموا في المونديال 2022، مثلا على غير الرئيس وهاب بولحي، رفيق حليش، قديورة، يعني هذ اللاعبين مخضرمين يعني تقدموا في السن. اليوم أنا أقول لك حاجة، بأن أكبر مشكلة تواجه المنتخب الوطني أنه البديل ما عندناش اليوم، ما كاش يعني المكتب الفيدرالي هذا منذ قدومه، يعني عندنا سنة ونصف اليوم نشوفوا ما كاش لاعبين جدد، يعني ما كاش لاعبين اللي كنا مثلا في وقتها لوزيتش، كنا في كل فتره نشوفوا، طبعا في كل فتره نشوفوا لاعب زوج اللي نجيبوهم يعني حتى محترفين، حتى ما يبقاوش المنتخب، ولكن كاين يعني مره على مره. ولكن اليوم انا علاش راني نقول لك، يعني هذا اللاعبين هذوما تقريبا يعني تقريبا كلهم لعبوا من عهد يعني المكتب الفيدرالي السابق، من عهد يعني نفس الاسماء اليوم نجيبوا. المشكله اليوم شوف وليد، المشكله اليوم نشوفوا يعني منتخب فرنسا اللي فاز بكاس العالم تشكيله 2016، يعني اللي عندها سنتين رايح للمونديال يغير 14 لاعب، الناس عندها لاعبين، عندها البديل. احنا اليوم المشكل البديل ما عندكش، يعني هل جبل من الماضي اللي نتمنوا له يعني النجاح والتوفيق، لانه اذا فشل جبل من الماضي راهي كارثه ويروح كلش، ما يبقى لا بالماضي الا اللي جابوه. انا نقول لك هل جبل بالماضي يعني بهذ اللاعبين راح يبني منتخب مستقبلي؟ انا نظن باللي المهمه راح تكون صعبه شويه. يعني تشوف فقط يعني من كلامك تشوف انت اليوم باللي جمل بالماضي اللي راهن عليه خير الدين زتشي في حال اخفاء قادر يزيد يدير مشاكل على المستوى الاتحاديه؟ كلنا راهن على بالماضي يعني، وكاملين فرحنا يعني كي شفنا بالماضي، ويعني تفائلنا خير بقدوم بالماضي. انا نقول لك اليوم المشكل ماهوش في جبل من الماضي، المشكل راهو في اللاعبين، يعني في البديل ما عندناش. اليوم انا تمنيت يعني مثلا ربما كانت خرجت الهضره على اللاعب واسمه تاع السد القطري، اللاعب الاخر اللي رمدوا هذا المره حمرون، كنا سمعنا يعني كاين لاعبين في اتصال بين ربما كنا سمعنا كاين لاعبين اخرين اللي ممكن نشوفوهم. اليوم رانا نشوفوا يعني نفس اللاعبين. اليوم المشكل ماهوش في بالماضي، المشكل راهو بالماضي ما لقاش البديل، ها هو راهو الاشكال. وانت لما ما يكونش معك البديل صعيب باش بالقديم تبني جديد، خاصه انه جمال بالماضي مازال جديد. يوسف باش نحلوا القائمه اكثر، نبداو بحراسه المرمى. عندنا ربما الحارس اوكيجا اللي تكلمنا عليه، يعني سمعنا من قبل انه حيكون من بين التعداد، بالاضافه الى عوده رئيس وهاب مبولحي. اعتقد انه يعني عوده مبولحي قرار منطقي 100%. عزدين دوخه قرار متاخر نوعا ما يوسف، مش متاخر لانه هذه القائمه الاولى، يعني كان من المفروض انه لما تحدثنا فتره ماجر يعني كانت بين الغياب تاع رئيس وهاب ماجر نوعا ما كان يعني كانت ظاهره للعيان انه فيه مشاكل بين بولحي وماجر وبين فيغولي وماجر، لحقوا حتى يعني رفضوا دعوه المنتخب الوطني، يعني بمجرد راح ماجر عودته ولات مكان بولحي. هذا دليل على انه ما كانش تيار يمر بين ماجر وفيغولي وبولحي. اعتقد انه يقدم قامة احتراف كبيره مع النادي تاعو السعودي، يعني يقدم في مستويات لاباس بها، قرار يعني منطقي. عز الدين دوخه كذلك، عوده عز الدين دوخه والكسندر اوكيجا هذا، اعتقد انه بالماضي في هذه القائمه يعني استدعى قائمه موسعه، وحتى كما قال الزميل حسين انه حتى بعض اللاعبين اللي لعبوا مونديال 2014 موجودين في القائمة. في القائمه. اعتقد انه بالماضي استدعى الكل حتى لا يظلم احد، يعني اول تربص، حتى لو نشوفوا علي لوزيتش في 2011 في التربص الاول تاعو في ماركوسي او يتذكر مليح جنات، انه استدعى قائمه موسعه واستدعى حتى اللاعبين ابعدهم بعد اليوم. حتكون عنده في اول تربص يكون عنده لازم نظره يكتشف عن القرب، لازم يكتشف باش يبدا يصفي كل اللاعبين، لازم يكتشف كل اللاعبين، يكتشف عقليتهم بعدين يبدا يعني يصفي القائمه. وحتى اي لاعب يقول يعني ما عطاني، يعني توقع انه تكون تغييرات في المستقبل؟ اكيد اكيد، لانه الكثير من اللاعبين هنا في القائمه لا اعتقد انهم يملكون مستوى يتقمصوا الالوان الوطنيه. حسين بالنسبه للدفاع، هل هذه الاسماء يعني اللي كنا نتوقعوها؟ يعني مره اخرى نشوفوا اسم رفيق حليش في الدفاع، يعني عودنا ولينا
يعني اللاعب هذا صحيح يعني قدم كثير المنتخب الوطني، لكن كي نشوفوه اليوم دليل انه ما كاش البديل. ها المشكله هنا ما كاش البديل، لانه انا علاش راني نقول لك يعني لاعبين اللي لعبوا مونديال 2010 تشوف عندك اربع لاعبين في هذه التشكيله اللي لعبوا مونديال 2010 وزيد 2000 مونديال 2014 ورانا تجاوزنا مونديال 2018. يعني راني نقول لك هنا المشكله تاع الماضي انه راح يلقى روحه امام الامر الواقع. مثلا انت تتكلم على الدفاع، يعني عنده حلقه ضيقه يقعد يدور فيها صعب. يعني اليوم انت تستدعي حليش اللي يتقدم في السن وماهوش حليش اللي نعرفه في السابق. طاهرت يعني طاهرت لا تتذكروا كنا شفناه يعني في ملعب 5 جويليه لما لعبنا امام غينيا والسنغال كنا شفناه وكان ما قناش يعني ومن ثمك استغناو عليه. كاين اللاعب بالخيثر يعني واش صرا يعني لا تذكروا واش صرا في كاس افريقيا وذيك وكان ما قناش. كان مثلا حساني اللي لعب في زامبيا لما اعتقد ونفس الشيء. يعني علاش انا نقول لك اليوم الاشكال راهو في البديل، لان هو وقت فات سواء مع رابح سعدان او مع الي لوزيتش كان عندنا دفاع قوي، يعني الدفاع اللي تحطم عليه يعني كل الهجومات ما كاش. ولكن اليوم للاسف يعني هذو هما اللاعبين درك يعني بالماضي واش راح يدير؟ ما عندوش البديل بهذو ان شاء الله ينجح وخلاص. حسين الوقت ما عندناش بزاف باش نتكلموا على على وسط الميدان والهجوم. هل اليوم كما قال يوسف نستدعيوا لاعبين باش ما نظلموهمش فقط ولا يكون اقحامهم على غرار يعني المهاجم بغداد بونجاح اللي تألق كثير يعني في المباريات السابقه مع فريقه؟ هل اليوم بونجاح يعتمد عليه جمال بالماضي يعطيه الفرصه ولا يبقى يعتمد على نفس الاسماء؟ لا هو عنده يعني في الهجوم عنده البديل، يعني لما تشوف عندك سليماني عندك سوداني عندك محرز عندك غزال عندك بونجاح يعني كلهم ممتازين. يعني ما نكونوا واقعيين يعني يقدر يعتمد على بونجاح عادي جدا. انا نقول لك يعني الاشكال مثلا المشكله اليوم راه كاينه مشكله اخرى في المنتخب الوطني. اللاعبين اللي استغنى عليهم ماجر مثلا كيما بولحي كيما فغولي كيما تايدر، يعني كانت مشاكل وقعت داخل المنتخب اللي تتذكروا التصريحات تاع بولحي اللي انتقد زملائه التصريحات تاع فغولي. نعم هل اليوم بالماضي يقدر مثلا يقرب بين هذ اللاعبين ويعني باش ما تكونش ضغينه باش ما تكونش بيناتهم نوع من الكراهيه باش ما يديرولوش مشاكل في المقابله؟ لان اليوم الا كان بقاو مازالوا اللاعبين اللي ضد فغولي يشوفوا فيها ما لازمش يكون معاهم ومازال يعني اللي ضد بولحي انا نظن بلي خدمه كبيره راهي تنتظر في بالماضي باش يقدر يوحد وتكون ويدير خطوه للامام. يوسف يعني قبل ما نختموا هذا الموضوع يعني وسط الميدان ما فيهش تغييرات ما عدا الوفد الجديد على المنتخب الوطني بولحيا، هل تشوف هذا اللاعب راح يقدم الاضافه المرجوه يعني في اول تربص راح يقنع بالماضي باش يكون حاضر في التشكيله الاساسيه؟ نعم هو مجبر انه اذا اراد انه يبصم على مكانته في المنتخب انطلاقه جديده ديالو الوطني مجبر انه يقدم مستويات كبيره ويقنع الناخب الوطني. هذا اللاعب لاعب شاب يعني كان تعرض الكثير من الاصابات الموسم الماضي والموسم ما قبل الماضي، عنده امكانيات فنيه هائله، لاعب سريع جدا في التوغل، في يعني من ابرز المواهب اللي بدات يعني تسطع في البطوله الفرنسيه. ربما هذا من بين البدائل اللي كان يتكلم عليها حسين، ما دام هنا في اللعب المحلي مستواه متراجع جدا مستواه في الحضيض، بالماضي مطالب انه يبحث عن البدائل خاصة هؤلاء بولحيا فيه كذلك فيه حديث ربما على لاعب مارسيليا ماكسيم لوبيز ولو انه مازال ما قررش هل يلعب المنتخب الفرنسي او الجزائري. نفس المشكل اللي كان مع عدة لاعبين في السابق. هذا المشكل ما عندوش نهاية تاع مازال ما قررش يعني عاود يولي فقط على قوة شخصية ربما رئيس الاتحادية ولا رئيس الاتحادية والمدرب قدرتهم على الإقناع وعلى التحفيز وعلى حتى الوضعية تاع المنتخب الوطني. الآن كما تكلم المنتخب الوطني كان يعيش مشاكل داخلية بين اللاعبين بين المدرب، نتائج متراجعة، مستوى متراجع جدا. أي لاعب ما يقدرش يجيك في الوضعية كما هذه اللي جاونا في 2010 واللي جاونا في 2014 المنتخب الوطني كان مستوى تاعه يعني لاعبين يعني هذوك هما اصلا كانوا يحبوا يلعبوا في المنتخب الوطني ولازم يكون محفز كذلك. الان انت لاعب في عمره 20 سنه موهبه
بدا يبان في البطوله الفرنسيه، تخيروا بين منتخب الجزائر والمنتخب الفرنسي. شوف فرنسا مثلا ايت نوري، اللاعب الموهبه ايت نوري، فيه بعض المقربين من الاتحاديه تقربوا من اللاعب. الاتحاديه الفرنسيه راح تستدعيته مباشره المنتخب الفرنسي، خاصه انه المنتخب الفرنسي يعني تحصل على كاس العالم، ماشي سهل يعني باش هذا شيء يحفز انه يروح المنتخب الفرنسي. المنتخب حسين، فقط قبل ما نختم موضوع المنتخب الوطني، يعني تعطينا تعليق صغير على عوده المنتخب الوطني الى ملعب مصطفى تشاكر، مع انه رئيس الاتحاديه يعني بقى ولا حتى جمل بالماضي بقى احتمال مفتوح باش المنتخب نشوفه في ملاعب اخرى على غير ملعب عنابه. أنا نظن بأن الاختيار تاع ملعب البوليدة، العودة إلى ملعب البوليدة، أنا نظن باللي جمال بالماضي كان عنده اتصال مع اللاعبين، كان في اتصالات معهم، وأنا نظن باللي اللاعبين هم اللي عبروا له على نيتهم باللي من الأحسن يعاودوا يولوا لملعب تشاكر، وأنا نظن بأنه الاختيار الصائب، يعني سواء ملعب 5 جويلية أو ملعب البوليدة. لماذا؟ لأنه قريب من سيدي موسى. حنا اليوم ما بقاش المنتخب الوطني تديهم للفنادق، يعني كي يكونوا عندك مراكز كيما تاع سيدي موسى معليش، هي الجزائر لكل الجزائريين. اليوم كي يلعب المنتخب الوطني في البوليده حتى اللي يسكن قدام الملعب ماهوش بالضروره راح للملعب باش يشوف المقابله، كاين ناس تشوفوا يجي من عنابه يجي مثل مسان يجوا يشوفوا المنتخب الوطني عادي جدا. ولكن انا نظن بان العوده لملعب تشاكر هذه راهو اتفاق تم بين اللاعبين والمدرب، وانا نظن بانه يعني قرار ماشي يعني قرار ما راهوش تاع جمال بالماضي فقط. لا ما يكونش تاع جمال بالماضي، لانه بجمال بالماضي انا متاكد بانه راهو شاور اللاعبين وراهو خذا رايهم، لانه حتى كاين كلام يقال بان يعني ذهبوا الى عنابه لمعاينه ملعب عنابه ما كانش راضي على ارضيه الميدان. ماشي كما يعني هو لماذا مشى لعنابه؟ يقال بان هناك كلام على الكوليرا وعلى امكانيه ان البنين تطلب باللاعب خارج الجزائر، يعني هما حبوا يختاروا مدينه بعيده على هذا الوباء اللي ما يقدروش كيفاش يرفضوها البنينيين. ولكن في نهايه المطاف للاسف الشديد انه لقى الارضيه غير صالحه، ولما يقول لك بان ارضيه ملعب 19 ماي غير صالحه، اذا اتحاد عنابه كيفاش راهو يلعب في هذه الارضيه وكيفاش حبيتنا باش يكون عندنا لاعبين محليين في المنتخب الوطني. لكن لو نبقاو في الشرق ولا بالك يفيدنا يوسف، كاين ملعب واحد اخر، ملعب قسنطينه، ملعب الشهيد حملاوي اللي لعب فيه المنتخب الوطني في فترة ماجر. نعم لعب فيه في فترة ماجر وفي فترة الكاراز، لكن حتى تشوف أرضية ملعب حملاوي ماش يعني أرضية ذات نوعية يعني ممتازة، يعني هي أرضية مقبولة نوعا ما. أعتقد أنه حتى أحسن أرضية في الجزائر كما كان يهدر حسين، وين تروح المشكل في الأرضية سواء في الشرق ولا في الوسط، حتى 5 جويليه وشفنا الارضيه تاعو. لكن 5 جويليه يوسف يعني كي تكلم على الارضيه هذا مشكل وطني، مش مشكل تاع عنابه ولا مشكل. الهروب من ملعب 5 جويليه هو مشكل ماشي تاع ارضيه، انما مشكل هو نفسي، هو مشكل يتعلق بالانصار يعني، ولا حتى اللاعبين ولاو يعني عندهم رهبه في البوليد. عندهم رهبه يعني عندهم رهبه من ملعب 5 جويليه، لانه دائما يعني ما نقدروش نقضيو على هذه المشكله، رغم انه يعني ربح ماجر حاول يعني كانت عنده رغبه باش يعاود يرجع المنتخب الوطني يعني الملعب 5 جويليه. لكن انت المنتخب الوطني كيكون في وضعيه صعبه وزيد تديه الجمهور يصفر عليه، الجمهور العاصمي صعيب شويه كما نعرفوا ما يصبرش عليك ويصفر عليك، راك تزيد يعني تزيد المنتخب الوطني يزيد يتدهور اكثر. اللاعبين كما قال لك اي مدرب مش الا بالماضي، اي مدرب لازم يشاور اللاعبين وين يلعبوا، لانه اللاعبين هو اللي حيلعب، لازم يلقى راحته، لازم توفر له الظروف الملائمه، سواء الارضيه سواء المحيط سواء الجمهور يكون يصبر عليك يكون يساندك. المشاوره تاع اللاعبين امر منطقي جدا. طيب يوسف انت تشوف يعني لما تقرر تغير الملعب تختار الفتره اللي يكون المنتخب الوطني يعني في اوج العطاء ديالو وبعيد عن المشاكل، خاصه اذا رحت الملعب صعيب كما ملعب 5 جويليه، ما تروحش وانت في يعني في مستواك متراجع، لانه اي تعثر راح يزيد يكمل عليك، ورانا شفنا ماجر وشفنا المدربين يعني سابقين. وشفنا حتى غوركوف اذا تتذكر صفروا عليه والسب والشد. أنا الكل فضل، كل المدربين مش بالماضي فقط، الكل فضل انه العوده الى البوليدة، لانه تشاكر حبينا ولا كرهنا هو اللي يعني هو اللي جمل المنتخب الوطني والخضر، صنع افراح المنتخب الوطني، يعني الفتره الزاهيه للمنتخب الوطني هو في تشاكر،
يعني حاجة منطقية جدا أنه اللاعبين يلقوا نفسيتهم. حسين إذا شكرا لك يوسف. إذا حسين عندنا ربما ثلاث معطيات، عودة المنتخب إلى ملعب مصطفى شاكر، فيه مدرب جديد جمال بالماضي، وفيه يعني تشكيلة ربما فيها اللمسة تاع جمال بالماضي. هل المعطيات هذه تدعو إلى التفاؤل بخصوص مستقبل المنتخب الوطني؟ شوف أنا أقول لك حاجة، العودة إلى ملعب شاكر هذه فيها زوج نقاط. يعني العودة تمت بالتشاور بين اللاعب وبين المدرب واللاعبين، هذا أكيد. ثانيا، لماذا عدم التنقل مثلا لقسنطينة أو ملعب آخر؟ لأن أنا متأكد بأن بالماضي ما يحبش الإقامة في الفنادق، ما دام عنده مركز سيدي موسى يحب يكون في سيدي موسى ويكون ملعب قريب للمركز هذايا. ثالثا، يعني أنت تتكلم على الـ يعني التفاؤل، يعني تفاؤلنا احنا خاصة انه فيه معطيات جديدة اليوم حسين. لا احنا ما نش نقولوا العكس، احنا نقولوا احنا يا هذا بالماضي احنا نتمنوا له النجاح. يعني احنا رنا يعني هو الامل اللي بقى فيه بالماضي، لانه هذا الاتحادية من اللي جات على سنة ونصف نشوفوا ضيعنا وقت كبير مع الكراز مع ماجر، يعني وصراو كلام كثير. اليوم جاء بالماضي، اني قلت لك يعني بالماضي نتمنوا له النجاح، لانه اذا فشل بالماضي راهي كارثه. لانه اذا فشل بالماضي خلاص ما عندناش واش نزيدو بعد كان نتكلموا ولا واش نزيدو نبرروا الفشل هذا. ثماك يعني ماشي قال بدل المدرب، لانه ثم يلزم يتبدل كل شيء. تفضل في الامر هذا حتى الاتحاديه، يعني نشوفوا نهار جاء المكتب الفيدرالي الجديد قال لك المنتخب الوطني لازم يلعب في قسنطينه في عنابه في وهران، لانه ملك كل جزائري، ومشاو بمنطق انه المنتخب الوطني هو ملك لكل جزائري. وكانت الانطلاقه ملعب حملاوي. ملعب حملاوي نعم، ولو كان توفر حتى ملعب 5 جويليه ايضا نعم، ولو كان توفر الظروف في عنابه وهران كانوا يمشيوا كذلك. اعتقد انه هذا الامر ربما اصطدموا بالامر الواقع. نعم، وما مشاوش في هذا الطرح. حتى الاتحادية الآن تراجعت، لو نشوفوا تصريحات زطشي البارحة في عنابة قال لك أنه الناخب الوطني جمال بالماضي قرر أنه يعود الملعب يعني لاستقبال ملعب شاكر. زطشي استسلم للأمر الواقع، هو أنه تحديد الملعب مش المكتب الفيدرالي اللي حده، تحديد الملعب استقبال الناخب الوطني المدرب بالتشاور مع اللاعبين، لأنهم هم المعنيين بالامر في الميدان. فقط باش نبقاو في نعاودوا نوليو لقائمه المنتخب الوطني. لو تتذكر معايا يعني يوم الندوه، اول ندوه صحفيه لجمال بالماضي، كان يقول فيه استحاله، وشيء طبيعي استحاله برمجه مباراه وديه قبل مباراه غامبيا. اليوم تربص تاع جمال بالماضي يقدر يدير مباريات تطبيقيه، كيفاش راح يتعامل مع هذه التشكيله اللي عنده 25 لاعب باش يختار 11 لاعب اللي يكونوا في ارضيه الميدان يوم 8 سبتمبر؟ هو في الندوه الصحفيه لو تتذكر وليد تكلم قال لك انه حندرب مرتين ولا ثلاثه ومن بعد نمشي لغامبيا، يعني ماشي يكون وقت كبير. اعتقد انه التشكيله الاساسيه ماش تخرج على يعني تشكيله في راسه اليوم بالماضي. اكيد، حتى هو صراحه بذلك قال لك عندي فكره، يعني فكره عامه على تشكيله راح ندخل بها امام غامبيا، وماش تكون فيها مفاجات يعني كبيره، ما راحش يغامر في يعني في مباراه رسمية ومباراة ما عندوش الوقت باش يحضر لها. مباراة تبقى النقاط ديالها مهمة. مهمة أكيد مهمة، وما عندوش كذلك وقت باش يحضر لها. لا أعتقد أنه بالماضي حيغامر ويقحم مثلا بولحية أو أي اسم جديد. أعتقد أن التشكيلة الأساسية لن تختلف على التشكيلات اللي لعبت حسين بخصوص أهداف. شكرا لك. بخصوص أهداف المنتخب الوطني، الكل يتحدث على كأس أمم إفريقيا رغم أنه ما زال ما تأهلناش. هل اليوم جمال بالماضي رغم أنه نوعا ما المجموعة سهلة راح يكون عنده هاجس ولا ضغط باش يحقق التأهل أولا؟ أنا ما نشوفش فيها، يعني ما نشوفش صح. احنا راح نلعبوا مع الطوغو، راح نلعبوا مع غامبيا، وراح نلعبوا مع البنين. صح يعني ما همش منتخبات كبار، ولكن انا نشوف بان المهمه ماشي راح تكون سهله. يعني باش تروح تجيب نتائج من هذه البلدان رغم تواضع المستوى، انا نشوف بان ماهيش سهله. صح الفرصه اللي عندنا هذه المره كاس افريقيا ماشي راح تتلعب كما السابق ب 16 منتخب، راح تتلعب ب 24 منتخب، راح تتلعب يعني في شهر جوان. انا نظن بانه الان ما نبقاوش نتكلموا على النصف النهائي والنهائي ونروحوا نجيبوا كاس افريقيا. الان يلزم يخمم كيفاش يتاهل لنهائيات كاس افريقيا للامم، ومن بعد يعني بعد التاهل شيء اخر. ربما ثم كيبانوا له لاعبين جديد، ربما يعني تكون عنده نظره، لانه راح مع مرور المقابلات
راح تكون نظر عنده نظره على هذا اللاعبين. وزيد كاينه حاجه ما تنساش بان المنتخب الوطني راهو عنده الان يعني راهو في التصفيات يعني كاس افريقيا الامم زياد من سنه يعني راهو المقابله الاولى اللي لعبها في جوان 2017 مع الطوغو، من ثمك ما زاد لعب حتى مقابله يعني في التصفيات المؤهله لكاس افريقيا. على هذيك يعني راح يكون يلزم له شويه متسع من الوقت باش يلقى التشكيله المثاليه اللي يقدر يلعب بها التصفيات. شكرا لك حسين على الحضور، شكرا لك يوسف مربعي. مشاهدينا الكرام بهذا نصل الى نهايه عدد اليوم، موعدنا يتجدد كالعاده على نفس القناه. متابعه طيبه لبقيه البرامج والسلام عليكم.